مبحث لام التعريف، مبحث سهل وكلنا نعرفه، نمر عليه مرور سريع بس من باب العلم بالشيء. كلنا نعلم أيها الإخوة أن أداة التعريف عند العرب هي اللام الساكنة. أداة التعريف في لغة العرب هي اللام الساكنة، وباعتبارها ساكنة العرب لا تبدأ بساكن، فيجلبون لها همزة الوصل. انتبهنا؟ يعني مثلا خذوا كلمة جبال، جبال جمع جبل، إذا عرفناها نضع قبلها لام ساكنة ماذا نقول؟ الجبال. لكن العرب لا تبدأ بلام ساكنة فيجلبون الهمزة، ماذا يقولون؟ الجبال، الجبال. واضح؟ الجي، إذا ننطق اللام ثم الحرف الذي بعدها. لكن العرب لم يكونوا يفعلون ذلك عند كل حروف المعجم، كانوا يدغمون اللام عند عدد من الحروف، سيمر معنا. فهم يعني ما أدري من العلماء القدامى قالوا القمر، يعني اللام في القمر إيش؟ منطوقة. الشمس، أش، اللام في الشمس إيه؟ غير منطوقة. فصاروا يقولون الأحرف القمرية، يعني منشان يسهلوها على الطلاب، ويقولوا الأحرف الشمسية. لام التعريف هي لام ساكنة تجعلها العرب قبل الأسماء. لما قلنا لام خرجت الحروف الأخرى، لما قلنا ساكنة خرجت اللامات المتحركة، تجعلها العرب قبل الأسماء. لما قلنا قبل الأسماء خرج مين؟ الحروف وخرج الأفعال. انتبهنا كيف؟ نعم. ليش بيجيبوها؟ لتعريفها، لتعريف الكلمة يعني أو الاسم. ويسبقها همزة وصل مفتوحة. شو معنى وصل؟ يعني تنطق وين؟ في البدء، ولا تنطق في درج الكلام. الجبال طبعا هذه منطوقة، السماء هذه غير منطوقة. وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها، قمرية وعددها 14، شمسية وعددها أيضا 14 حرفا. اللام القمرية تظهر العرب لام التعريف عند 14 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، هذا من علماء القرن الثاني عشر، في ابغي حجك وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، وذلك لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف. فأي لام تعريف عند حرف من هذه الحروف تنطق وتسمى لام قمرية. الجبال، القمر، الأرض، الحج. نعم. طبعا الجبال، لام التعريف عند الجيم خاصة عند أمثالنا أهل الشام العامة غالبا بيجيبوها شمسية، يعني في بلاد الشام. بتذكر أنا طبعا أنا مغادر الشام من زمان، الله يغفر لنا ويرحمنا، بتذكر الناس بيقولوا الجبل، الجنة، الجنة، شو بيعملوها؟ معاملة اللام الشمسية. هذا خلاف الفصيح، الفصيح ليس كذلك. الفصيح شو نقول؟ الجبال، الجنة. نعم. تدغم العرب لام التعريف في 14 حرفا مقاربا لها، إلا اللام فهي من قبيل المتماثلين، يعني تدغمها في 14، واحد منهم متماثلين اللي هو اللام مع اللام، مثل كلمة ليل، إذا أدخلنا عليها لام التعريف شو بتصير؟ الليل، هذا إدغام متماثلين، والباقي كله عبارة عن إيه؟ متقاربين. الشمس، السماء، الداعي، الليل. وقد جمعها الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات البيت التالي: طب ثم صل رحما، رحما بكسر الراء وسكون الحاء، لغة في الرحم، لغة في الرحم، يعني الأصل أن نقول رحم، ومن العرب من يقول رحم بكسر الراء وإيه وسكون الحاء. طب ثم صل رحما تفوز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. فائدة واحد: علامة إظهار لام التعريف في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة هكذا، هذا الشكل اللي اخترعه الخليل، هذا اشتقوا الخليل من كلمة خفيف، خفيف يعني ليس مشدد، وسيأتي معنا بتوسع هذا المبحث. فوق اللام نحو الجبال، القمر، الأرض، الحج. الفائدة الثانية: علامة إدغام لام التعريف في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي كما نرى، والشمس اللام ما عليها شيء،
السماء ما عليها شيء، الداعي اللام ما عليها شيء. شيخنا بتحبوا نوقف للصلاة ولا ماذا تحبون؟ نخلص هذا المبحث؟ طيب انتهى. شو بتحبوا؟ نتوقف للصلاة؟ طيب قديش بتكون للصلاة يا شباب حتى نعمل موعد مضبوط؟ الآن الساعة 27، 26 ايمتى نرجع؟ العشرة؟ كويس 7 للـ10؟ نعم حبيبي؟ 10؟ كثير يا شيخ. ها؟ 7، شو رأيكم 7؟ طيب إذا الساعة 7 يا إخواني، الساعة 7 نلتقي. أنا عم أقول هذا الكلام مشان اللي ما بيحب تروح عليه فائدة، أرجو 7، 7 إلا 5 كلنا نكون هنا. السلام عليكم.